الآن النائب محترم السيد محمد حجة. تفضل السيد النائب عن فريق التحالف الاشتراكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التحالف الاشتراكي لأدلي بوجهة نظر فريقنا حول مشروع قانون رقم 5203 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها. في البداية لابد أن أشيد بمستوى النقاش الرفيع الذي ساد أشغال اللجنة المختصة، ولا بد أيضا أن أوجه شكرنا الخالص إلى السيد وزير التجهيز والنقل الذي أبدى طيلة مناقشتنا لهذا المشروع على صبر وتفهم كبيرين، وأولى كل ملاحظاتنا وتساؤلاتنا اهتمامه المعهود، وهي كلها مجهودات تتوج اليوم بهذه الجلسة التي ستصادق بدون شك سنصادق بدون شك من خلالها على هذا المشروع. السيد الرئيس، يكتسي قطاع السكك الحديدية أهمية كبرى في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويتجلى ذلك من خلال مساهمته الفعلية في نقل ما يزيد على 16 مليون مسافر و30 مليون طن من البضائع، منها 23 مليون طن من الفوسفات خلال سنة 2003. هذا إضافة إلى قدرته الكبيرة على استيعاب أنشطة النقل الكبرى وتسجيل أقل حالات حوادث السير ومحافظته على البيئة وجمالية المجال. غير أرى أن الإبقاء على الوضعية الحالية للقطاع من شأنه الحد من قدراته وإعاقة نموه، مما يقتضي فتح مجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير أنشطته ودفعه إلى تبني تدبير جديد بمنهج تجاري حديث يواكب تحديات العصر. وقد أسسنا موقفنا من المشروع الذي نحن بصدد دراسته اليوم انطلاقاً من حرصنا على إعطاء قطاع النقل السككي الآليات والوسائل الكفيلة بنمائه وتقدمه، اعتباراً للاهتمام الكبير الذي نوليه في التحالف الاشتراكي لهذا القطاع. وقد سعينا من أجل ذلك إلى تنظيم يوم دراسي كان مناسبة للحوار والتشاور مع الأطراف المهتمة بكل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع. وقد مكننا هذا اليوم الدراسي من تدقيق العديد من الأفكار التي تكونت لدينا، واستطعنا أن نترجم خلاصاته من خلال التعديلات التي تقدمنا بها حول المشروع. وهكذا فقد انصبت تعديلاتنا على سد العديد من الثغرات التي تعتري المشروع، وتوفقنا بتنسيق مع زملائنا في فرق الأغلبية من حذف المادة 22 التي كانت إداناً ببدء مسلسل خوصصة النقل السككي وإعداداً نفسياً للمؤسسة التشريعية من أجل تفويت مستقبلي القطاع النقل السككي، دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية على جودة الخدمات المقدمة للعموم. سيد الرئيس، سيد الوزير، إننا ما زلنا نتخوف من أن تؤدي عملية تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم تابعة للدولة إلى تقليص خدمات هذا المرفق، وتركيز الجهود على المحاور المربحة ذات الرواج القوي بين المدن ذات الكثافة السكانية العالية، لأن ما يهم الشركات عامة هو الربح على حساب مستقبل القطاع ومساهمته في التشغيل. إضافة إلى ذلك، فإن تعدد المتدخلين وتوزيع الأنشطة السككية بين أطراف متعددة يطرح مسألة التنسيق بينها، وهو ما يجب التركيز عليه من أجل تجاوز العديد من الخلافات
والنزاعات التي ستتعقد بين الأطراف وانعكاساتها على جودة الخدمات. وفيما يخص الأسعار التي بطبيعة الحال يحددها السوق، علما أن الأسعار الحالية تبقى جد مرتفعة مقارنة مع نظيراتها في الدول التي توجد في نفس وضعية المغرب، في ظل محدودية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار من خلال تحديد أسعار مدروسة تعطي للقطاع إمكانية تنافسية مهمة، وهو ما سيساهم بدون شك في تخفيف الضغط على النقل الطرقي والحد من حوادث السير. سيد الرئيس، إننا إذ نساند الحكومة في سياستها الرامية إلى جعل القطاع الخاص يساهم في تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة للعموم، فإننا نؤكد على ضرورة الحرص على احترام اتفاقية الامتياز ودفاتر التحملات المنصوص عليها في المشروع، والسعي من أجل استمرار الخدمات العمومية بما يخدم مصلحة القطاع وتطوره ويستجيب لرهانات وآفاقه المستقبلية، مع الحرص على صيانة مكتسبات العاملين فيه والحفاظ على حقوقهم. سيد الرئيس، تلكم أهم ملاحظاتنا وأفكارنا أبديناها في حدود الحيز الزمني المسموح به لنا، وأملنا أن نكون قد وفقنا في إعطاء قطاع السكك الحديدية المغربية الدفعة القوية التي من شأنها تجاوز العديد من الإكراهات المالية والهيكلية التي تعيق تطوره ونماءه، وإعطائه الآليات الكفيلة بالمساهمة في خدمة مستقبل الاقتصاد الوطني والرقي بخدماته المقدمة إلى المواطنين والزبناء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.